ايوه فاهم. هعمل ايه بقى كده؟ اتصل لك وهم نايمين، وابويا وامي دول بيتعبوا جدا. اقوم فتح البتاع. ايه ده؟ ده بيرقصوا دلوقتي. الابله دي بتدرس لي، انا بقى عامل ايه؟ استنى كده، عامل فيها بقى لما يطلع من عينها. حطيت عليها صبغ. حطيت صبغة ودي. لزقتها. انا طفل رخم قوي. اسم ايوه منفق. عايزين نستنى، هنحطها هنا بدل تقريبا البرتقال ده ولا هو ايه. استنى نشوف هيعمل ايه. استنى هياخدها. بص بص يا جدعان، انا هجيب البطه اللي هناك دي واحطها في الشوربه اللي هي عاملاها دي ولا مش عارف ايه. تمام، هقشرها فيها. بص بص، اقعد اقشر بالراحه كده عشان ايه ما تحسش. هي بقى هتدوقها يعني. دوقي كده. دلوقتي يا جدعان هم اخدوني في مول وكده، فانا هعمل ايه؟ ايه ده؟ ضربتها.